تشكل لجنه لتقصي الحقائق، وقال ان هو هيجتمع النهارده بنواب المنيا عشان يعرف بالظبط ايه اللي بيحصل هناك ويقف على حقيقه المشكلات. المفترض عندما تشكل هذه اللجنه ايه اللي يحصل؟ انا عندي تحفظ على ان الدكتور علي هيشكل اللجنه، لانه انا ما سمعتش ان الدكتور علي هيشكل لجنه. بيان الدكتور علي كان واضح امس، واحنا بنقدم الشكر كنواب، حاولوا نواب كتير حاولوا يستخدموا آلياتهم من اول ما اندلعت اول مشكله وهي مشكله الكرم، وما كانش في استجابه من الدكتور علي. يعني بيان عاجل ما قدرناش نطلق بيان عاجل تحت الجلسه، قدمت انا استجواب واخرين قدموا استجواب، في استجوابين او ثلاثه عشان الاحداث، مطالب بتشكيل لجنه تقصي حقائق، مطالب. انا كلنا مجموعه من النواب، وهنا عايزه اقول للمستمعين، من النواب المسلمين قبل النواب الاقباط، مجموعة قدمت انه طيب طلب جلسة خاصة مغلقة، يعني علشان لا نثير الرأي العام، وعلشان نحافظ على عدم اختراق او استنزاف. مش كل اللي بيستقبل المعلومة على نفس الدرجة من الوعي، وعشان نقفل الباب على الجزء الاولاني اللي هي احنا في مرحلة الناس في من يستهدف الدولة المصرية. فاحنا بنقول عشان نقفل الباب ده، ولكن لم يتم الاستجابة، وأنا لا أعلم لماذا. لكن أنا الخطاب اللي خرج بيه، البيان اللي خرج بيه مجلس النواب على لسان السيد الفاضل الدكتور علي عبد العال، كان واضح جدا في أنه سوف يتابع الأحداث بنفسه، وأنه بيرسخ لدولة القانون ودولة المواطنة، ويأسف على فقيد الأسرة اللي توفى، والاثنين دول بسبب أنه إحنا طول عمرنا، وحتى استشهد بكلمات سيدنا المتنيح البابا أنه مصر وطن يعيش فينا سنعيش فيه. ودي يعني كانت رسالة قوية من الدكتور علي، وأعلن أنه سوف يستمع إلى نواب محافظة المنيا. هو في لسه النهار لسه مفيش لجنه تقصي حقائق، هو لم يعلن انه انا عايزه اقول بس انه لجان تقصي الحقائق خرجت من لجنه حقوق الانسان، وهناك تقارير عند لجنه حقوق الانسان بالفعل، نستطيع ان يعني نوصل إيه؟ لجان تقصي الحقائق هي تظهر او تؤكد الظاهره ولا تعالج. يعني لجان يعني اللي هيعالج هم الأجهزة الأمنية. أنا فاهم بس هي بتروح بعد كده للقانون بقى، للنيابة بالظبط. فأنا اللي قاله الدكتور علي إنه هيسمع لنواب محافظة المنيا، وأنا بطالب الدكتور علي إنه يسمع للكل، يسمع للمجلس القومي للمرأة، يسمع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يسمع لنواب المنيا، ويسمع للأنبا ماكاريوس، ويسمع للجهات المعنية، النواب الآخرين، لأنه في نواب اتحركوا، وإحنا دلوقتي بقينا نواب أمة. فدكتور عماد جاد اتحرك وراح واتحرك وشاف وعلى تواصل مع كل المناطق اللي فيها، النائب محمد أبو حامد، في نواب آخرين من النواب كتير قوي، أنا مش قاعدة أقول أسماء وأغلط، قدموا بكل بياناتي وتحركوا. فهو لجان الاستماع عند الدكتور علي عبد العال لابد أن تكون من الكل، وإن خرج الدكتور علي عبد العال بلجنة تقصي حقائق فيابد وأن تكون مشكلة متنوعة من محافظة المنيا ومن على النواب على مستوى الأمة، ومن المجلس القومي للمرأة، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأنه هنا إحنا بنمسك بايلوت، يعني بنعمل موديل او نموذج او حاجه يعني للوصول الى قفل هذا الباب، يعني معالجه هذا الباب.